الافريقيه زي ما اقول كنا نقطه واحده وصلنا ل 10 نقاط، ده مجهود كبير بيرجع للعيبه والجهاز الفني. المباراه النهارده بتمثل لك ايه؟ الفوز في تونس بيمثل لك ايه يا كابتن ايمن؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا بشكر اللعيبه الرجاله اللي ادت ماتش كبير والجهاز الفني اللي تعب معانا. طبعا احنا كنا ناقصنا الجمهور النهارده، لكن طبعا احنا عارفين ان هم ورانا دايما. الحمد لله طبعا بنهدي لهم الفوز دوت. الحمد لله كان ماتش صعب النهارده وكان ماتش كبير، بس قدرنا الحمد لله نطلع بثلاثة بونت. زي ما انت قلت كان عندنا بونت، الحمد لله بقى عندنا 10 دلوقتي. ان شاء الله نفكر في اللي جاي ونفكر في ماتش افريقيا اللي جاي عشان نطلع اول ان شاء الله. يمكن انا باكد كل مره على التجهيز النفسي من الجهاز الفني والتجهيز المعنوي ليكم خلال الفتره اللي فاتت، لان زي ما بقول لك يمكن كانت الامال ضعيفه جدا وان احنا نوصل للمرحله دي. بتشوف التوليفه المميزه من الجهاز الفني، الشباب مع الخبره، كمان اللعيبه في شباب وخبره. بتشوف الجيل المميز ده اللي ان شاء الله الفتره اللي جايه يحصد بطولات عاديه مع النادي الاهلي ازاي؟ طبعا الجهاز الفني طبعا بيهيئنا بشكل كبير، بشكل كويس جدا نفسيا. دي حاجه كبيره طبعا، مستر كاشترون وكابتن يوسف. طبعا اللعيبه طبعا في خبرات كبيره في الفريق، لعيبه كبار طبعا بيساعدوا اللعيبه الصغيرين بشكل كبير، وكلنا لما بنبقى ايد واحده نقدر نعمل حاجه كويسه. وزي ما كابتن خطيب قال لنا، لو لعبنا بالروح الفانله الحمراء هنكسب اي مباراه يعني. فالحمد لله طبعا على 3 بونت الحمد لله. جمهور النادي الاهلي في رساله اخيره تقول له يا كابتن ايمن؟ طبعا احنا دايما بنشكرهم ودايما يعني بنشكرهم على المسانده الكبيره اللي هم بيسندوها لنا، وان شاء الله نكون دايما عند حسن ظنهم، ان شاء الله دايما نفرحهم باذن الله.